فالحقيقة يا جماعة، لو هنيجي بقى نتكلم كده على نادي الزمالك او شكله الجديد او ظروفه هتكون عامله ازاي في الفتره اللي جايه، لا الحمد لله احنا شايفين بقى يعني حاجات مبشره جدا، صفقات مبشره جدا، لعيبه كبار وقدام ولعيبه عندها خبره في الملعب حتى مع الصفقات الجديده ان شاء الله يدوم من خبراتهم. فاحنا عارفين ان احنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنشوف نادي الزمالك ده في احسن مكانه ممكنه، ونشوف نادي الزمالك بيرجع تاني لمكانته الطبيعيه اللي احنا كلنا عارفين ان نادي الزمالك ما يستحقش اقل من المكانه اللي احنا طول عمرنا متعودين نشوفها، واللي دايما جمهور الزمالك بيزعل حتى لو كانت النتيجه ايجابيه، بيزعل لما ما بيشوفش الاداء اللي هو متخيله او متعود عليه. وده على فكره شيء ايجابي جدا وشيء لو هنتكلم عنه فبيعرفك عقليه برده مشجع الزمالكاوي عامل ازاي. هو مش عايز يكسب وخلاص، هو عايز يشوف اداء في الملعب، وده اللي احنا بنطمح ان احنا نشوفه ان شاء الله في الفتره اللي جايه من اللعيبه اللي انا اتكلمت عليها، اللي كل واحد فيهم مهم فعلا ومؤثر فعلا وبيضيف كتير جدا في الملعب وبيضيف كتير لنادي الزمالك، زي ما نادي الزمالك اكيد بيضيف لكل اللعيبه دي حاجات كتير جدا. انتوا كلعيبه كصفقات جديده وكلعيبه صغيره راجعين من الاعاره، انتوا بتلعبوا لنادي الزمالك، نادي تاريخ ونادي كبير وقيمه كبيره، لازم تثبتوا نفسكم، لازم تقدموا احسن حاجه عندكم. عندنا عناصر بالفعل ممتازه، مش هنتكلم بقى على شيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر، مش هنتكلم على الناس دي، الناس دي بالفعل هم خبرات كبيره وناس عناصر مهمه جدا، ولكن الصفقات برضو زادت بقى او زودت كده الكواليتي اللي موجود داخل النادي، لان كل واحد فيهم لو جينا بصينا عليه كل واحد فيهم لا هيقدم ان شاء الله مردود فني مميز جدا. ولسه احنا بنتكلم كل ده واحنا لسه مخلصناش الميركاتو، يعني احنا لسه نقدر ان احنا ندعم الفريق بشكل اكبر في الفتره اللي جايه، لسه نقدر، لسه الميركاتو ما خلصش، لسه ممكن يتم ابرام لعدد من الصفقات الثانيه، ممكن نشوف لعيبه تحت السن، ممكن نشوف لعيبه محليه. فاحنا لسه في صفقات كتير هتيجي، احنا ما نعرفش مين ممكن يجي، لكن مجلس الاداره بيتكلم عن الموضوع، بيتكلم عن ان لسه الميركاتو ما خلصش، يمكن يكون في صفقات اخرى، ولكن لغايه دلوقتي والصوره اللي موجوده دلوقتي النادي الزمالك القايمه بحد كبير جدا هي اشبه بالكمال. يعني يمكن يكون في بعض المراكز اللي ممكن نكون عايزين ندعمها بشكل اكبر عشان تكون القايمه يعني خلاص ما فيش احسن من كده، او كل اللي موجود يكون بنفس المستوى، ولكن بشكل كبير جدا جدا احنا قايمتنا دلوقتي ممتازه. فالمطلوب التركيز، والمطلوب اللعب، وهو واللعيبه دي حاسه قد ايه الجمهور حاطط اماله كله عليهم، وان شاء الله نشوف. احنا عندنا طبعا المباراه الاخيره امام الشرطه الكيني، دي هتكون قبل مباراة السوبر على طول، والمباراة دي مؤشر، والمباراة دي هنبص على الأداء، والمباراة دي هنعرف منها كده إن شاء الله إيه اللي ممكن يحصل في السوبر الإفريقي، لأن مباراة مش ما ينفعش نخفق فيها بأي شكل من الأشكال.